مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. هذه قناة عمان الثقافية، نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. أسكاوا تشيد بجهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. السلطنة تحتفل بيوم المخطوط العربي. موكب بالقاهرة لنقل موميات ملكية مصرية لمتحف جديد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكاوا بجهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نجاح إجراء وتنفيذ التعداد الإلكتروني لسكان والمساكن والمنشآت 2020 وبسرعة نشر نتائجه في وقت قياسي، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي ألمت بالعالم في عام 2020 والمتمثلة في تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. واستعرض المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في حلقة العمل التي أقيمت سابقا بتنظيم الإسكاوا نجاح تجربة السلطنة في إجراء تعداد قائم على السجلات الإدارية بالكامل. تنظم اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو ندوة علمية عبر الاتصال المرئي يقدمها أكاديميون وباحثون مختصون من السلطنة. كما تنظم اللجنة أمسية حوارية عن بعد حول أوضاع التراث الوثائقي والفكري في السلطنة والوطن العربي، ويأتي الاحتفال بيوم المخطوطات العربي بل يوم المخطوط العربي في إطار الاهتمام بالتراث الفكري والمخطوط في الوطن العربي لأجل إيلائه العناية اللازمة، لا سيما في زمن الأوبئة، حيث أن العالم يشهد اليوم تحديا غير مسبوق يتمثل في انتشار فيروس كورونا. تتزين شوارع القاهرة لاستقبال موكب غير مسبوق بنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة. وينطلق الموكب من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. تشهد القاهرة نقل 22 مومياء ملكية مصرية قديمة في عربات صممت خصيصا لذلك، تسير في موكب ضخم مهيب إلى متحف جديد حيث تعرض بشكل يضفي عليها بهاء أكبر. وسينقل الموكب 18 ملكا وأربع ملكات، معظمهم من ملوك الدولة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط على بعد نحو 5 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي. وتغلق السلطات طرقا تطل على نهر النيل من أجل هذا الحدث الذي أعد لجذب الاهتمام بالقطع الأثرية النفيسة في مصر في وقت توقفت فيه السياحة توقفا شبه كامل بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وقال عالم الآثار المصري زاهي حواس إن كل مومياء ستوضع في كبسولة خاصة مملوءة بالنيتروجين لضمان سلامتها، وستوضع الكبسولات على عربات مصممة لحملها وضمان ثباتها. أعتقد أن هذا الموكب هيعمل سحر وإثارة في كل مكان في الدنيا. احنا اخترنا متحف الحضارة لأن احنا عايزين لأول مرة نعرض المومياوات بطريقة حضارية تعليمية وليست بطريقة الإثارة زي ما كان في المتحف المصري. المومياوات الملكية 18 ملك وأربع ملكات لمدة 48 دقيقة في شوارع القاهرة. واكتشف علماء الآثار المومياوات في خبيئتين بمجمع المعابد الجنائزية في الدير البحري بالأقصر وفي وادي الملوك القريب منذ عام 1871. وأقدم هذه المومياوات مومياء الصقن رعتاعة آخر ملوك الأسرة 17 والذي حكم في القرن 16 قبل الميلاد، ويعتقد أنه لقي حتفه عندما تهشمت جمجمته أثناء المعارك مع الهكسوس. وسيشمل العرض أيضا مومياوات رمسيس الثاني وست الأول والملكة أحمس نفرتاري. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل.
العراق يضخ 300 عام من التقاليد في صناعة السجاد. بكم مجددا. يعتمد صانع سجاد عراقي على آلة عمرها 300 عام ورثها عن أسلافه. الرجل الذي قضى من عمره 65 سنة في هذه المهنة يأسى لحال صناعة السجاد التقليدي، وقد توارث هذه الحرفة عن آبائه وأجداده. ولعل التحدي الأبرز للسجاد العراقي هو الواردات الأرخص، وبات يعتمد فقط في ورشته على بيع منتجاته لعدد محدود من الزبائن الذين ما زالوا يفضلون شراء سجاد صوفي يدوي الصنع. معرض ضوضاء الشارع في مدينة سول بكوريا الجنوبية شهد ضوضاء من نوع آخر من قبل زوجين بعد أن عبثت أيديهم بلوحة فنية تقدر قيمتها بنحو نصف مليون دولار دون قصد. دون قصد أتلف الزوجان في كوريا الجنوبية لوحة تقدر قيمتها بنحو نصف مليون دولار. كاميرا المراقبة في المعرض أظهرت الزوجين وهما يستخدمان ألوان أكريليك وفرشاة كانت موضوعة بجانب اللوحة لإضافة بعد جديد للقطعة الفنية، وهي واحدة من بين حوالي 130 لوحة في المعرض الذي أقيم بعنوان ضوضاء الشارع في سول. واستدعى الموظفون بالمعرض الشرطة بعد اكتشاف علامات جديدة باللون الأخضر الداكن على اللوحة الأسبوع الماضي بعد نصف ساعة تقريبا من مغادرة الزوجين المكان. وتمكنت الشرطة من معرفة هوية الزوجين بعد مراجعة لقطات كاميرات المراقبة ورفع البصمات من على الفرشاة، وقال إنهما اعتقدا أنه مسموح للزوار بهذا كفن تشاركي وارتكب هذا الخطأ، ويتم حاليا التشاور مع الفنان صاحب اللوحة لمعرفة ماذا سيفعلون بعد ذلك. واللوحة الضخمة رسمها الفنان جون وان عام 2016 أمام الجمهور في سول وتبلغ قيمتها حوالي نصف مليون دولار. وبعد هذه الواقعة وضع المعرض حاجزا حول اللوحة مع لافتات تقول ممنوع اللمس، وتشرح أن الألوان والفرش موضوعة كجزء من العمل الفني، ورب ضارة نافعة إذ أثارت الواقعة اهتمام كثيرين مما دفعهم لزيارة المعرض. قد يتأثر الممثل بشخصية ما قدمها لتلازمه فترات طويلة، لكن أن يتأثر صناع فيلم ماي أكتوبس تيتشر بالمادة المقدمة في الفيلم لدرجة أنهم قرروا عدم تناول الرخويات بعد أن كان بطل الفيلم الوثائقي للتاريخ الطبيعي اخطبوطا. الفيلم تم عرضه على منصات مختلفة في سبتمبر الماضي، وله معجبون من المشاهير من بينهم جين جودال وإيمي شومر وجوستين ثيرو، وحصل الفيلم أيضا على نسبة 100% في موقع روتيون توميتوس العالمية المتخصص في تقييم الأفلام. اشتهرت موسيقى الروك في العديد من الدول العربية والغربية وأثرت كثيرا على عالم الموسيقى، فقد استلهم كالب تويل لاعب فريق كيج أوف ليون من جيتاره إلى الموسيقى التي نشأ على الاستماع إليها، والموسيقيين الذين أعجبهم الطريقة التي يمكن أن تتناغم بها آلة موسيقية مع آلة أخرى، كما تحدث عن كيفية كتابته
بل كتابته دائما للموسيقى على الجيتار الصوتي ومثل هذا النوع الصغير من القيثارات والجيتار الكهربائي، واستمر في إلهام العديد من الفرق الموسيقية. النشرة انتهت، ولكن قبل ذلك هذه عادة لأبرز العناوين. الأسكاوة تشيد بجهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. السلطنة تحتفل بيوم المخطوط العربي. موكب بالقاهرة لنقل موميات ملكية مصرية لمتحف جديد. نلقاكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. كونوا دائما بخير، في أمان الله.